ترجع تاني الناس بتتخذل او الناس اللي بتتظلم او الناس اللي حاسه ان هي بتعدي ومظلومه وضحيه في قلب الامر، ترفعوا سقف توقعاتكم، ما تنتظروش كلمه شكرانيه ولا جميله من حد. مصدر الاسعاد هو ربنا سبحانه وتعالى، حتى كلمه شكر انتظريها من الشكور. طب ما انا احسنت وما يستاهلوش، ما يستاهلوش، ما بتعملش عشانهم، احنا بنعمل علشان ربنا فيهم، انا ببر عشان ربنا فيهم، انا بعمل بالاحسان لان هو المحسن وطالبني بالاحسان لله. يضيع عنده والله ما يضيع، والله ما يضيع، هيستجيب لك هيستجيب، بس انت دعي ربنا بيقين مش بشك. يعني هو استغفر انا دعيت بقى وانت هتستجيب دلوقتي؟ استغفر الله، ليه كده؟ ليه كده؟ ما يبقاش ده حالنا مع ربنا، حال قلوبنا مع ربنا يقين. اوعي تعدي يوم من غير ركعتين طلب الحاجه، اوعي تعدي يوم من غير ايات القران ولا تقراي وردك ولا تدعي بالقران بركه ليكي، اوعي يعدي يوم من غير الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم يكفى همك ويغفر ذنبك. عندنا كل المؤهلات وكل المميزات اللي ربنا قالها في كتابه ان احنا نمشي بيها من الدنيا اللي ما يعلم بها ربنا دي. ما احنا لو قعدنا في الدنيا بشكل الناس والتخبيص والحقد والحسد والمعيونين واللي مش عارف ايه واللي استكتروا عليك النعمه واللي يقولوها في وشك واللي يجيبوا ما اعرفش عيالك في يعملوا ايه في وشك، واقسم يمين بالله في الوش كده. تحصينك منها ايه؟ الصلاه حصن، الاذكار حصن، القران حصن، الدعاء ذات نفسه حصن، الوضوء انك تبقى على وضوء، ذكر النبي عليه الصلاه والسلام حصن، كل ده. طب قلبي معمول، يلا سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. عايز ربنا ينجيك من الغم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كل ده بصوا تعالوا علشان الحته ديت ناس بيعملوا فيها وبيقعدوا يشككوا فيها دلوقتي، لا بيشككوا، ما بيشككوا في كل حاجه. احنا مسلمين وعندنا ايمان بالغيبيات ومصدقين النبي عليه الصلاه والسلام ومصدقين ان احنا لو قلنا كده هيحصل كده، ده ديننا، ده الفرق بيننا وما بين اي دين تاني، ده ديننا. احنا في ديننا النبي عليه الصلاه والسلام قال هعملوا كذا هيحصل كذا، احنا على يقين يا رب ان ده هيحصل لان انت صادق يا محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى هو المؤمن يؤمن عباده الخوف ويؤمن عباده ما وعدهم، يعطيهم ما وعدهم باسم الله المؤمن. عشان كده دايما احنا لازم نعرف الاسماء وندعي بيه. يا مؤمن، يا من تصدق على دعاء، يا من امنتني يا رب، يا من كفيل انك انت تستجيب للامر ده باسمك المؤمن، الله افعل لي كذا وكذا. فين دعواتكم؟ فين دعواتكم لله سبحانه وتعالى؟ الدعاء يرفع القدر. تقول لك ما عنديش امل في الحياه، طب تعالى ما اقول لكم ليه ما يبقاش لك امل في الحياه. انت عارف يبقى الامل ايه؟ اصل الحياه قدامي سودة والاحداث والدنيا. الله، واين الله؟ هي بتاعتنا؟ ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، صرفها من عندك انت يا رب. يا رب انا محتاجه الامر الفلاني، يا رب انا كذا، صرفها من عندك يا رب عشان خاطر الامر دوت انا ماليش فيه. انا عبد، عليا العباده والصلاه والقران، حاجتي واخد بالاسباب قدر المستطاع ما استطاع، والباقي عليك انت يا رب. لازم يبقى ده حالنا. لكن اجي الاقي البنات ياس الياس ده كله، والاقي الزوجات تقول لك لا خلاص وانا اعمل واروح في حد، ليه ما تسيبي بيتك ولا تسيبي عيالك ولا تسيبي حالك ولا تسيبي مقالك ولا تتخلي عن مسؤوليتك وما تستنيش الاسعاد من حد، ما تستنيش حد يسعدك. الله سبحانه وتعالى مصدر سعادة. انت عارفه تفرحي بايه؟ تفرحي لما تدعي الله سبحانه وتعالى وتعرف انه موجود. والله يكفي، والله حتى لو ربنا ما استجابش، بس انا يكفي يا رب ان انا قلبي راح لك وانا ماليش غيرك. اعطيني يا رب، يا رب اعطيني يا رب، يا رب افعل لي الامر الفلاني، يا رب ماشي هذا الامر الفلاني من عليك، من الله، من الله عز وجل. لكن نيجي بعد كل الهيصه دي وبعد كل الكلام ده ونقول ايه؟ اصل هم سبب، وانا ضعيش دور الضحيه ورفعت سقف توقعاتي وعملت فيهم ما يستاهلوش، ما ان شاء الله عنهم ما يستاهلوا، وانا بعمل ليهم؟ اوعوا اوعوا، لا، ارجعوا للامر من اصله. بعمل ايه؟ لله في زوجي، لله في اولادي. فتتظلمي بقى يتقالي هو انت لو اتظلمت مين يدافع عنك؟ ها؟ ان الله يدافع عن مين؟ عن الذين امنوا. خليك من الذين امنوا بقى. صلاتك فين؟ صلاتك فين على وقتها؟ فجرك فين؟ في تسبيحك فين؟ سبحتك فين؟ حالك فين؟